دكتور، طبعا احنا سنشاهد الآن على الشاشة صور لمراحل تطور نعم رسم القرآن الكريم، ويمكنكم التعليق عليها لو أحببتم. يعني نعم، أمامكم على هذا الشاشة أحد المصاحف القديمة موجود في القاهرة، يسمى في جامع الحسين في القاهرة. لاحظ كيف الخط مجرد من النقاط والحركات. هذه الزخرفة فقط أضيفت إلى البسملة، والبقية فقط الحروف. نعم، هذا في هناك مصحف صورة أخرى مصحف أعتقد. القاهرة. أي نعم، هذا المرحلة الثانية. هذه الصورة منقطة بنقاط الإعراب، يسمونها نقطة بالأسود الدؤلي. لاحظ النقط الحمراء، سنحاول أن نوضح إيش دلالة هذه النقط. هناك هاي نقاط صفراء أيضا، نعم، نقاط نقاط صفراء للهمزات والحمراء للحركات. هاي المرحلة الثانية في تطور كتابة المصحف، يعني النقطة الحمراء فوق الحرف فتحة، تحت الحرف كسرة، أمام الحرف ضمة، ونقطتين للتنوين. هذا اختراع أبو الأسود الدؤلي المتوفى 69. هذه غلاف لمصحف طوب خبي في اسطنبول في تركيا، أحد المصاحف القديمة أيضا، مكتوب بالخط الكوفي، وفيه إضافات، فيه لاحظ هذه الزخرفة مكتوب اسم السورة في داخل هذه الزخرفة، في إشارات. هذا الصورة المكتملة لرسم المصحف وتنقيطه وتحريكه، وهذه مصحف ابن البواب المكتوب 391، يعني قبل 1050 سنة، تقريبا كامل من كل شيء إلا أرقام الآيات، لكن هناك علامات للآيات. هذه الصورة هي صورة من مصحف المدينة النبوية، وإذا تقارنها وتضعها بجانب مصحف ابن البواب تجد يعني ملامح الكتابة والتحريك وتقريبا متشابهة ومتوافقة. لاحظ، انظر إلى هذه، صحيح هذه شوية لونها داكن وغامق، لكن عندما الواحد يدقق فيها ويقرأها سيجد أن المصحف أخذ شكله الأخير منذ ذلك التاريخ. هذا مصحف ابن البواب، أحد المصاحف القديمة.